شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العلي العظيم. نحن الآن على أعتاب شهر رجب الأصب، لعله يوم الاثنين القادم طبقا لما جاء في بعض التقاويم يصادف الأول من شهر رجب. هذا الشهر يسمى رجب لأن رجب كما ورد في الأحاديث نهر في الجنة أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وفي الحديث إن من صام يوما من هذا الشهر نقاه الله من ذلك النهر. ويلقب هذا الشهر بالأصب لأن الرحمة الإلهية تصب على المؤمنين في هذا الشهر صبا. هذا الشهر شهر عظيم، وهو شهر الله سبحانه وتعالى. شهر رجب شهر الله، وشهر شعبان شهر النبي صلى الله عليه وآله. وشهر رمضان هو شهر هذه الأمة. من الجدير بنا نحن المؤمنين أن نعرف حرمة هذا الشهر، وأن نحاول أن نتزود في هذا الشهر من الباقيات الصالحات. أعمال ربما تبدو بسيطة جدا في نظر الإنسان، ولكن لها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى.
من قال في هذا الشهر لا إله إلا الله 1000 مرة في بقية الأشهر، يعني الآن إذا واحد يقول لا إله إلا الله كما ورد في بعض الروايات تغرس له شجرة في الجنة، ولكن في شهر رجب إذا واحد يقول لا إله إلا الله 1000 مرة عمل جدا بسيط، وربما 1000 مرة لا إله إلا الله ما يستغرق 20 دقيقة. الظاهر إذا واحد يقول لا إله إلا الله 1000 مرة المدة اللي يستغرقها هذا العمل أقل من 20 دقيقة، وربما تكون 15 دقيقة. هذا العمل البسيط جدا إذا واحد فعله في شهر رجب ما هو الثواب الذي يعطيه الله تعالى له؟ في الحديث الشريف، وهذا الثواب مضمون على الله تعالى طبقا للأحاديث الصحيحة أو الموثقة، روايات من بلغ التي يفتي بها الفقهاء ويعمل بمضمونها الفقهاء، هذا الثواب الذي نقوله مضمون على الله تعالى. من قال لا إله إلا الله 1000 مرة كتب الله له 100,000 حسنة، ليست حسنة واحدة، الحسنة الواحدة التي يبخل بها الإنسان على أبيه في يوم القيامة وعلى أمه وعلى أقرب الناس إليه، لأنه هو محتاج إلى هذه الحسنة، ما يتمكن يعطيها لشخص آخر. الله يعطيه 100,000 حسنة وبنى له 100 مدينة في الجنة. 100,000 حسنة و100 مدينة. لماذا هذا الثواب العظيم في هذه الرواية وفي بقية الروايات؟ أولاً، الإنسان كائن طموح، الإنسان عنده طموح، طموح لا يقف عند حد معين، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طلاب العلم يفهمون هذه الحالة، طالب العلم له حالة عطش يريد أن يتزود من العلم، عندما يقف أمام مكتبه يتحسر لأنه لا يستطيع أن يطالع جميع هذه الكتب، حالة عطش إلى العلم توجد عند طالب العلم. طالب المال لا يشبع، كلما يصعد يشوف أكو مجال، الله تعالى خلق الكون بشكل عجيب، كل بعد من أبعاد هذا الكون فيه آفاق لا تحد، واحد عندما يدخل يشوف أكو مجال، مو فقط في هذه الآفاق المادية، لا حتى في الآفاق المعنوية.
طالب المال عنده حالة عطش، كلما يحصل على ثروة يشوف أكو أمامه مجال أكبر فيحاول أن يصل، ويعمل 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 إلى أن يصل، يشوف هذا ما يشبع، أكو مرتبة أعلى، فيعمل ويعمل 20 عام 30 عام يصل إلى تلك المرتبة، يشوف ما شبع فيحاول أن يصل إلى مرتبة أعلى. الظاهر أن هذا العدد في هذه الرواية من باب المثال، العدد في هذه الرواية كما يبدو لا مفهوم له بالمعنى الأصولي للمفهوم، في كل بعد من الأبعاد المتقي كلما يمشي في مجال التقوى أكثر يشوف أنه مرتوى أكثر. اليوم قرأ 1000 مرة سبحان الله، يشوف بعد فد وحدة أخرى أيضا يقولها، فسبحان الله، شجرة أخرى في الجنة. هذا الطموح في مجال العيل، في مجال المال، في مجال التقوى، في مجال العمل الصالح، في مجال إشباع حب الرئاسة. الإسكندر شنو كان فيه؟ الإسكندر، أنت حاكم صرت وملكت هذه البقعة من الأرض، ما يكفي، هذا الطموح يدفعه، ما يخلي ينام بالليل، يؤرق، لا، فد بقعة ثانية أكو أيضا، خل آخذ هذه القطعة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، هذا عين على هاي النعجة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. شو تسوي بالنعجة الواحد؟ أنا عندي 99 نعجة، هاي النعجة مطيني أيضا حتى تصير 100 نعجة. هذا حالة الإنسان، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إيش في هذا الإسكندر؟ هاي البقعة أيضا آخذها. أخذ تلك البقعة، شبع؟ لا. بعد هاي البقعة الثانية، هاي البقعة الثالثة. لعله الآيات تتناول الإسكندر، لأن أكو خلاف في التاريخ أن هذه الآيات تتناول أي حاكم من الحكام. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، راح إلى المشرق في الوسائل القديمة، ما كان السيارة ولا طيارة ولا هاي الوسائل الجديدة، راح بالوسائل القديمة بالدواب، كم من الألوف من جنوده ماتوا. الإسكندر كان ذو القرنين، كان ذو القرنين، من هو؟ مو واضح من الناحية التاريخية من كان، على كل حال أي واحد كان ذو القرنين، راح إلى مطلع الشمس، شبع؟ لا. راح إلى مغرب الشمس، شبع؟ لا. إلى أن مات. الشيء اللي يقف أمام طموح الإنسان مو المكاسب المادية، لا، الموت. وعندما مات كما نقل كانت يده هالشكل مفتوحة، فقام أحد الحكماء وقال: الإسكندر يقول لكم، أو ذو القرنين يقول لكم، أنه فتحت البلاد وملكت العالم كله، والآن خرجت من الدنيا وليس في يدي شيء. الإنسان عنده طموح، هذا الطموح لا يمكن إشباعه في هذه الدنيا، لا العلماء تمكنوا أن يشبعوا هذا الطموح، ولا الزهاد تمكنوا أن يشبعوا هذا الطموح في مجال الزهد،
ولا الأثرياء تمكنوا أن يشبعوا هذا الطموح في مجال المال. الله خلى هذا الطموح للآخرة. شنو تريد؟ هناك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. في آية أخرى الله تعالى يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله العظيم، الله الكبير، عندما يقول وملكا كبيرا، هناك أشبع طموحك إلى العيل، إلى المقام، إلى الجاه، إلى الرئاسة، إلى الفخر، مشاعر العظمة، واحد هناك يشبعها. وأخر فخرك إلى الجنة، هناك واحد يفتخر. الله تعالى يريد يعطي، شنو المانع يطيل 100,000 حسنة؟ هذا مو فقط في هذه الرواية، في كثير من الروايات وراء بعض الناس يتعجبون. الله تعالى يريد أن يشبع طموح الإنسان، يعطيه 100 مدينة في الجنة. هذا أول. وثانيا، إحنا ما نتمكن نقيس معادلات نشأة بمعادلات نشأة ثانية. إحنا عندما كنا في عالم الأرحام شنو كان يكفينا؟ شوية من الغذاء كان يكفينا، هذا غذاء محدود بالطريقة التي قرأتموها في الكتب العلمية. من ناحية الطعام هو هذا الطعام الواحد يكفي الجنين. من ناحية المساحة، مساحة جدا محدودة، الطفل هناك منثني على نفسه في عالم الأرحام، من ناحية المساحة هذا المقدار يكفي. من ناحية الطعام هذا النوع الواحد من الطعام يكفي. ولكن عندما جاء إلى هذه الحياة هل يكفي ذلك؟ ألوف الأنواع من الأطعمة في هذه الحياة. هذه النشأة تقتضي التنوع. مكان ما يشبع الإنسان في هذه النشأة، في بيته كم متر؟ 1,000 متر، يكتفي بذلك؟ لا، ما يكتفي، يريد يطلع يتجول. بلده يكفيه اللي يعادل حجم المساحة اللي كان فيها في عالم الأرحام ملايين المرات؟ ربما يكفي؟ لا، ما يكفي، يريد يروح إلى شرق الدنيا، إلى غربها، يشوف المشاهد، المناظر، البلاد. فتلك النشأة غير هذه النشأة. هذه النشأة لها مقتضيات ثانية، لها حاجات ثانية. الآخرة إحنا لا نفهم، الذي يفهم ذلك الذي كان يقول صلوات الله وسلامه عليه الإمام أمير المؤمنين، كان يقول آه من قلة الزاد، يعني قليل بعد يريد. فالإنسان كلما يعمل يجب أن يحاول أن يتزوج من هذه الحسنات، من هذه الدرجات، من هذه المدن، هذا عمل من الأعمال. ثانيا، من قرأ التوحيد 100 مرة من يوم الجمعة من شهر رجب، لم يحدد في هذا الحديث أو في هذه القطعة أي جمعة، في الظاهر أي جمعة من شهر رجب، كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنة.
هذا العالم له وسائل معينة للإنارة. شنو وسائل الإنارة في هذا العالم؟ هاي المصابيح الكهربائية، سابقا المصابيح الزيتية، في المستقبل لا نعلم، أكو وسائل معينة. هذه الشمس المضيئة اللي تنير هذا العالم، أما في يوم القيامة بعد هذه الوسائل لا تنفع. هذه الوسائل هناك ما تشتغل. أكو أنواع ثانية من وسائل الإنارة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور، هذا نور الوضوء، نور الصلاة، نور الأعمال الصالحة. في آية أخرى، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، شوي انتظروا، نقتبس من نوركم، شوي انتظروا، في ظلمات يعيشون، شوي انتظروا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هناك بعد مو مكان واحد يحصل النور، الآن واحد يحصل النور. هي هذه الأعمال الصالحة تمثل نور في يوم القيامة. من قرأ التوحيد 100 مرة في يوم الجمعة من شهر رجب كان له يوم القيامة نور يجذبه إلى الجنة. زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، عندنا العمرة الرجبية، وعندنا أيضا لا تقل عنها وربما يزيد عنها في الثواب زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في شهر رجب. صلاة ليلة الرغائب، ليلة أول جمعة من شهر رجب، يعني ليلة الجمعة القادم، ثواب عظيم وكبير. خامسا، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأتوب إليه 400 مرة كتب الله له أجر 100 شهيد. وهكذا بقية الأعمال المذكورة في كتب الأدعية. إن شاء الله نحاول، نستعين بالله أن يوفقنا حتى لا نحرم من فيض هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. وهنالك مناسبات في هذه الأشهر، مناسبات عظيمة، ميلاد الإمام الجواد، ميلاد الإمام الهادي، ميلاد الإمام الباقر، ميلاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعثة خاتم الأنبياء محمد. شهادة سيدنا ومولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في سجون هارون، وغيرها من المناسبات العظيمة. من الجدير أن نحيي هذه المناسبات، وأن نهتم بهذه المناسبات، أن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. كنا نريد أن نتحدث حول منازل الآخرة، ولكن حيث طالت بنا هذه المقدمة نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا
من فيض هذه الأشهر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.